السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. أنا أمال قسنطيني، طالبة دكتوراه في المدرسة العليا للمواصلات بتونس سيبكوم، وقائدة بنادي الطلبة المطورين دي اس سي سيبكوم برعاية برنامج جوجل للمطورين جوجل ديفلوبرز. نرحب بكل الطلبة والأساتذة والمحترفين والضيوف الكل اللي حاضرين معنا اليوم. نرحب خاصة بضيفنا السيد موفق العيادي اللي قبل دعوتنا مشكور باش يأمن ورشة عمل في علم البيانات داتا ساينس. قبل ما نبدأ ونحب نقول على ملاحظتي، باش نمدوكم برابط يعطيكم شهر مجاني لكويك لابس. كويك لابس تنجموا تتعلموا فيه مباشرة على منصة جوجل للكلاود جي اس بي جي سي بي جوجل كلاود بلاتفورم. وإذا تكملوا سلسلة بخمسة كويست باش تربحوا معانا هدية من دي اس سي سيبكو، وإضافة النقطة الثانية إضافة إلى ذلك شهادة حضور سيرتيفيكا. العروض زوز هذوما مش تتمتعوا بها مباشرة بعد ما تعمروا الفيدباك، وخاصة شهادة الحضور اللي ربطوا باش يكون في الشات على صفحة اليوتيوب لمدة 24 ساعة. يعني الفاليديتي بتاع الرابط هذاك باش يكون 24 ساعة. حاولوا في نهاية الورشة هذه تعملوا الفيدباك باش تحصلوا على السيرتيفيكا نتاعكم، والرابط للكويك لابس باش نمدوه لكم خلال الورشة هذه. مرحبا بكم مرة أخرى، ونعطي الكلمة لزميلي مروان باش يقدم الورشة. تفضل مروان. أهلا عاصمة الناس الكل، أنا مروان عدالة إتيديان تخوازيام أني إنجينيري تيليكومونيكاسيون أ سيبكوم، إي جي سوي ذا أورجانيزيشنال مانجر أت دي إس سي سيبكوم. اليوم إن شاء الله باش نبداو في أول ورك شوب في داتا ساينس، كي سيغا أسوري أنيمي باغ ميسي موفق عيادي، كي أن ديبلومي دو ليكول إسبخي سبيسياليتي بي أي إي داتا ساينس. Il est maintenant à data science innovation engineer à Odo BHF. Il est un membre de GDG Carthage, Google Developers Group, et il est l'ambassadeur du programme AWS Educate Cloud en Tunisie. Donc, Nathil Kelman, monsieur Mouafak, et Inabda, Inch'Allah. السلام الناس الكل ومرحبا بكم. قبل ما نبدا نحب نتوجه بالشكر للدي اس اي سوبكون، نخص بالذكر مروان وامال، شكرا على الاستضافه. دونك تيم نتاع اليوم نتاع الورك شوب نتاع اليوم هو داتا ساينس، اللي هو سوجي اون تراند على الاخر في تونس وفي العالم الكل. نتصور هكا تسمعوا فيه وتشوفوا في الاكرام. إذا كان تسمع فيا مروان تنجم تجاوبني ولا أمال؟ نسمع فيك من الإكرام مازال. تنجم تشوف الإكرام هكا؟ مروان كان تنجم تشوف الإكرام؟ مازلنا. باهي داكا، قبل ما نبدا الورك شوب باش نعمل بريزونتي مانو باش تنجموا تتابعوا معايا الورك شوب على كويك لابس. داكو، نبدأ. بالنسبة للداتا ساينس هو سوجي اون تراند على الاخر في تونس في العالم الكل، دومين جديد في الانفورماتيك ومتشعب برشا. دونك برشا ايتوديونات يتخصصوا في المجال هذا في البريود نتاع الانجينيرين نتاعهم ولا حتى في التيست دكتوراه. مي ريالمون اي مثلا ورك شوب نجمو نبداو ولا اي عمل لازم نعطو ديفينيسيون. نجمو تدخلوا لجوجل تلوجوا على ديفينيسيون نتاع الداتا ساينس. باش تلقوا برشا ديفيرسيون وريالمون ما ثم حتى ديفينيسيون اكزاكت نتاع داتا ساينس، علاش؟ خاطر دومين جديد وانتر ديسيبلينير، دونك ما ثم حتى واحد يعرف شنو بالضبط الداتا ساينس، وثم كونفيزيون كبيره صايره بين الداتا ساينس والارتفيشال انتليجنس، ومع دي دومين اخرين صايره دي كونفيزيون اخرين كيما الداتا انجينير. دونك نحن اليوم البارتي الاولانيه نتاع التوك باش نحاولوا ان نحكيوا على لي ديفيرونس هذوما، نحاولوا نقربوا لو ماكسيموم للداتا ساينس، خاطر اللي يصير ساعات العباد تحاول تقرب اكثر للانتليجنس ارتيفيسيال ويسخالوا الداتا ساينس. دونك تو باش نحاول نحط بريزونتي مانو في الهانج اوت.
انت قالت نحبكم تشوفوا معايا فين ايماج تنجم تلخص كل شيء. متصور هكا تنجموا تشوفوا الاكران تاعي. اي صافي صافي دوان اكسلون بي الدياجرام هذا ينجم يفسر لنا ويلخص لنا شنو الداتا ساينس. دونك الانفورماتيك كما نعرفوا كلها بدات بجماعه الجيني الكتريك، والجيني الكتريك بداوا يطوروا فيها وعطوا المشعل لجماعه المات باش يطوروا لي ستاتستيك والكل، وبدات الانفورماتيك تتطور مع هيك. دونك الاصل نتاع الداتا ساينس هو المات والستاتستيك. ولنا نحب نحكي على حاجه مهمه برشا، برشا يحبوا يدخلوا في الدومين هذا ويقولوا لهم لازم تفهم في المات ولازم تفهم في الستاتستيك والبروبابيليتي والكل. لا راهو الكلام هذا مش صحيح، كما تعرفوا كل واحد يغار على الدومين نتاعو ويحب يكون الدومين نتاعو لو بلوز انتريسون، مي مالوغوزمون برشا عباد يستعملوا المات والستاتستيك باش الفون الانتريسون، يعني رانا نحن نعملوا في حاجه مش نورمال وراي تستحق المات ولازم تفهم المات. مي لا مش صحيح، الانفورماتيك تطور برشا والابستراكشن لايرز الموجودين في لي ليبريري كسوا مثلا سايكت كسوا تنسر فلو بايثون، الابستراكشن لايرز تخليك المات ما عادش ديفلوب لي فونكسيون تاعك واحد، كل شيء حاد مهما كانت الفونكسيون ماتيماتيك اللي في مخك ما عادش تستحق انك تفهم المات وراها والا انك ديفلوبها واحد. وهذا ينجم يخلي اي واحد يدخل في المجال نتاع داتا ساينس. بار كونتر اللي يحب يتعمق جودي بيان حب يتعمق مثلا شي يعمل بي اتش دي شي يعمل دكتوريت نتاعو شي يعمل ريشيرش نتاع انوفاسيون ما صارتش قبل، راهو اوبليغاتوارمون لازم يعرف ويفهم في المات باللي برونش نتاعو الكل زاد. دونك سيمبل داتا ساينس انجينير ينجم يخدم بلاش مات وبلاش حتى شيء، مي راهو اللي يحب يتعمق ويعطي حاجات فريمون فور وانسايتس مش عاديين ويربح في لي كومبيتيسيون ماذا بيه يقوي روحه شويه في المات. دونك ما نخافوش بون انتم في سيبكم تصور اغلبكم بريبا كلكم جاكم به في المات ما تصورش حاجه تخوف، مي كيما راهو توا اغلب لي زانجينيور ماهمش قويين في المات دونك يوصلوا ايتاب معينه في الداتا ساينس ويحصلوا عليها. مي حتى المات الموجود مع الداتا ساينس ما عادش يخوف، علاش؟ خاطر الكوميونتي نتاعنا احسن كوميونتي في العالم، الاي تي كوميونتي عباد الناس الكل تبارتاجي مع بعضها حتى واحد ما يحتكر في المعلومه الرو. دونك مهما كانت مثلا تحكي على ستوكاستيك من الحاجات الصعيبه في المات تلقى عباد تفسر لك ستوكاستيك في دقيقتين وبعد تنجم تمشي تخدم. دونك هذا من اكبر البوان ديما نحب نحكي عليه. دونك نجم نخدموا داتا ساينس ومن غير ما نعرفوا مات، اما نحب يولي النيفو نتاعو باهي ماذا بيه ياخذ فكره صغيره. كونفيزيون ثانيه اللي تصير، اسكو داتا ساينس هو ماشين ليرنينغ؟ لا، الماشين ليرنينغ هي اون برانش في الارتفيشال انتليجنس ماهيش داتا ساينس. دونك بقينا وصلنا للتراديشنال ريسيرش اللي كنا نحكوا فيه كيفاش واحد باش يخدم بروجي داتا ساينس في دومين معين لازم يعمل لي ريشيرش نتاعو ويولي يفهم في الدومين هذاك. حبيت نعطي الاكزامبل تاع روحي نخدم مع عدو بها شيف، هذوما يخدموا في الدومين تاع فينانس برايفت انفستمنت بانكينغ ويخدموا اونلي وذ ويلثي كلاينت، معناها يخدموا مع لي مليونير ولي ملياردير هكا هاو. دونك حتى الميتين تاع الفينانس نتاعهم مختلف على البنوك العاديه. دونك باش نبدا في اي بروجي حتى اشتغلت معهم 5 بروجي، دونك حتى الميتين تاع الفينانس اي بروجي نبدا فيه نمشي نفهم لي بارتيكولاريتي نتاعو. وهذه تصير بالتراديشنال ريسيرش. ولا انا حبيت نعطي ريمارك انه العباد اللي تلوج بالفرنسي الكاليتي نتاع لي ريشيرش نتاعهم ماهيش بنفس الكاليتي نتاع عبد اللوج باللونجلي، خاطر نحب ولا نكرو الاي تي باللونجلي واغلب الريشيرش في العالم تصير باللونجلي. دونك وقت الواحد يلوج بالفرنسي حتى على ستيك اوفر فلور يتعب برشا تو يخمو يقول لك راهو لي سيت ويب مترجمين، معناها حتى اذا كانت لاج بالفرنسي يجيب لك سيت ويترجمه كلير الاوبسيون هذيك مش موجوده في البلايص الكل. وراهو ساعات تنجم تلوج في ديليبريرين تاع باكيت كبار مثلا تنجم تمشي لستانفورد وتلوج. دونك كي تحط بالفرنسي راهو نقلوا في لي شانس نتاعنا باش نجيبوا حاجه كريديبل وباهي. دونك هذه حاجه مهمه. ونتعداو الدومين وبزنس نوليدج، هو والتراديشنال ريسيرش قراب لبعضهم. تراديشنال ريسيرش راه فيه زاد قرايه الكتب، فور اكزامبل اخر بروجي خدمته في بارتي رينفورسمنت ليرنينغ، والبارتي رينفورسمنت ليرنينغ هذيك ثم كتاب معروف برشا نتاع ساتن امبارتو من كندا فيه 400 500 باج. دونك قريت 100 باج باش عملت لي ريشيرش نتاعي
باش نجم نمبليمونتي الموديل reinforcement learning. دونك traditional research فيه زادة انك تقرأ كتير الميثود القديمة، وراو كل ما تقدموا في الاي تي وتقدموا في اللي تكنولوجيا تستخدموا فيها كل ما لي ريسورس يمشوا ينقصوا. دونك ساعات اوبليجي انك تحل كتاب وتقرا خاطر ما ثماش دي توتو على الانترنت ولا دي ديمو ولا اللي هو. ونرجع تو اهم حاجه في الداتا ساينس بالنسبه لي هي الدومين والبزنس نوليدج. كما كنت نحكي لكم نخدم في دومين فينانس، دونك لازمني نعرف وير اباوتس. ساعات يجي الكلاينت بون مش ساعات، اغلب الوقت يجي الكليون يحبك تستخدم لاباجيت ماجيك دو داتا ساينس اند ارتفيشال انتليجنس باش تحلوا مشكلته، وما همش فاهمين اللي هما لازمهم يجوا للداتا ساينتست ويقروه الدومين هذاك، يقروه معناها يعملوا له بريزونتاسيون، يعملوا له فورماسيون بنها باش ينجم يتفاعل مع نوعيه الداتا اللي عنده، خاطر يخدم على داتا نتاع فلاحه مش كيما يخدم على داتا نتاع ميدسين. نعطيكم ليكزامبل تاع كمبيوتر فيجن. الناس الكل فيكم تصور تعرفوا ديب ليرنينغ دوت اي اي. في بريد دو كونفينمون خرجوا سبيسياليزيشن اسمها ميديكال ديب ليرنينغ ولا حاجه كيما هكا، سبيسياليزيشن جديده تتعلق بالدومين هذاك. وبيان سور يعطوا كيلكو اسبي اللي يخدموا كمبيوتر فيجن مثلا على كونسيبت، باش يعطيهم لي سيلول كارسينوجين ولا باش يعطيهم حاجه اللي تي افكتي بالكونسير وصارت لها تشوه. دونك لي زيماج هذوكم كان الطبيب ينجم يفهم اسكو هذيك فيها كونسير ولا. العبد اللي مثلا متعود يخدم على داتا تاع سبور مثلا، من الحاجات الكبار الموجودين في الداتا ساينس تاو ديرنييرمون في امريكا كانت امازون ويب سيرفيسز هي اللي تخدم الان في ناشونال فوتبول ليج نتاع امريكا، تو دخلت معها الكونكورون هي مايكروسوفت ازور وهبطوا الانونسمنت قالوا راهي الان في باش تولي ستاتستكس اللي تتعطى في الريل تايم للادفرتايزرز وللفيورز باش تولي زاده باورد باي مايكروسوفت ازور. دونك هما شنو يجوا يعملوا؟ يفهموا الدومين هذاك باش ينجموا يعطوا انسايتس. اللي هي في الكمبيوتر فيجن مش كيما نوعيه التصاور مثلا نتاع النباتات، نتصور كلكم تعرفوا ايريس داتا سيت النبته فيها ثلاث انواع، مي هذيك ما فيهاش تصاور. مي ثما دي داتا سيت فيهم تصاور ومتصاور تنجم تعرف نوعيه النبت. في الدومين تاع الميدسين مثلا تنجم تعرف اسكو البيشنت هذاك عنده كونسير من خلال تصاور هذوك. دونك واحد لازم يبدا عنده لي زابيسين تاع الدومين هذاك. هذوما البيلرز الاعمده تاع داتا ساينس. ثم حاجه اخرى كي تاو تحطوا داتا ساينس في جوجل وتلوجو على ليزيماج باش تلقوا دي انترسيكسيون اخرين ودي ريبريزونتاسيون اخرين. الحاجه اللي نحسها ناقصه برشا هي البيج داتا في اللي تبغى سيرك الكبار هذوك. هما حاطينها مع الكمبيوتر ساينس والاي تي، مي الداتا ساينس ولت اون تريند بيكوز اوف بيج داتا كيف الارتفيشال انتليجنس. دونك الداتا ساينتست لازم يعرف المات والماشين ليرنينغ ويعمل الريسيرش نتاعو، يعرف الدومين ويعرف البيج داتا. دونك راهو صعيب واحد باش يكون داتا ساينتست. هذه الفكره اللي حبيت نوصلها من بقيله واللي هي نتاع التولك نتاع البريمير بارتي نتاع الجاذرينغ هذا. دونك اذا كان مثلا بيرسونلي قريت في 5 فاكيت، قريت في تونس وقريت برا، وفي الاخر خديت دبلومي من سبري. سبري برشا ثم البرانش نتاع الداتا ساينس، ويخرج واحد عنده دبلوم تاع سوفتوير ديفلوبر والاوبسيون تاعو داتا ساينس. اسكو هو ان داتا ساينس؟ امبوسيبل. حتى اللي يعملوا بي اتش دي راهو صعيب برشا باش تولي داتا ساينس. علاش؟ على خاطر ديجا البيج داتا وحدها بحر. ووقت اللي نحكوا على بيج داتا راه ما نحكوش على مثلا خدم هايف بيك هادوب سبارك، لا راهو البيج داتا انجينيرز يعرفوا يخدموا على بلوزيور انفايرمنتس وتاخذ برشا وقت. دو ميم الماشين ليرنينغ تاثر برشا عباد يجيب كود كوبي كولي وهو سي ليجيتيم، مي هيك الكود كوبي كولي اسكو لي كومبيتونس تاعك في الماشين ليرنينغ في الديب ليرنينغ في الريانفورسمنت ليرنينغ في شنو بالضبط؟ واسكو هذيك تنجم تجيب منه ريزلتا باهي ولا ريزلتا نتاع واحد عامل كوبي كولي؟ دونك الماشين ليرنينغ وحده لازم عامين قرايه، وبيج داتا زاده لازمها عامين. هذا نحكيه على واحد ديجا باهي في البروغراماسيون. ونعرفوا اللي داتا ساينس اصلا بدات بعبيد خطيتها الانفورماتيك، برشا فيزيست برشا عبيد تخدم في الميدسين حتى البسيكياتر
منهم عبيد مدتها هذيك حابت مدتها انت حتى عم ديروا ريسيرش دونك الداتا ساينس والماشين ليرنينغ من الحاجات اللي ات واز ا باشن وتاولو دومين دونك كيما راهو امبوسيبل باش تتحسر الحكايه امبوسيبل باش واحد يحط التيتير نتاعو داتا ساينتست ولا حاجه للضحك شو رايكم انه في لينكدين تاعي حاط داتا ساينتست دونك حكيت لكم الحكايه دي الكل وفي الاخر في جيو البروفيل تاعك داتا ساينتست باي ذا واي اللي عنده اي كويشن نجم يبعث لي انفيت به داتا ساينس علاش بدلت بروفيلي لان اي سبب سهل برشا على خاطر كي تحط داتا انجينير برشا عباد ما يفهموهاش تحط ماشين ليرنينغ ديفلوبر اند تو اند ماشين ليرنينغ ديفلوبر العباد ما تفهمهاش والاكسبكتيشن نتاع العباد تتبدل وما ثماش ريال ديفينيشن معناها جيت باش تخدم بيرسونلي وقت اللي بديت نخدم على اساس ماشين ليرنينغ ديفلوبر نعمل end to end machine learning اللي هي حاجة specific على الأخر ومش في بالهم data scientist كي نبعث entretien ما يفهموش شنو فيش نعمل بالضبط دونك في الأخر رغت الأمر بقى وحطيت data scientist كما الناس الكل مي speciality نتاعي ريالمون هي machine learning الحاجة الأخرانية اللي باش نعرج عليها في كلامي هي data analysis كيفاش تعمل analysis دو دوني هذه أهم حاجة في data science ماهوش machine learning كيفاش تعمل analysis دو دوني كيفاش تبدا عندك داتا تعمل فيزواليزاسيون به للكليون كيفاش تعمل ريبورتينغ ولينا نحكيو على البيزنس انتليجنس دونك لي تروا سيركل هذوما ما فيهمش بيج داتا وما فيهمش بيزنس انتليجنس البيزنس انتليجنس هو كيفاش تعمل اكستراكشن ترانسفورم ولود للداتا باش تنظفها وتريقلها ومن بعد تنجم تعمل ديكوب لاب ديكوب ايرو لاب ديكوب هاش لاب نتاع اناليسيس ومن بعد كيما ما تنجمش تحاول تمشي للماشين ليرنينغ هذوما كلها كومبيني يتسموا داتا ساينس ومن بعد كي تكمل خدمتك تعمل ريبورتينغ تخرج لي رابور نتاعك باش تعاون الديسيجن ميكرز دونك الحديث هذا كله وي كان سامرايز انتو ديجري معناها اذا كان واحد نتصور الاكثر عباد اهل باش انهم يولوا داتا ساينتست هما العباد تعمل بي اتش دي خاطر بالضرورة في 3 سنين على الأقل PhD أبار الانجينيرينج ولا الماسترز نتاعو باش يمس برشا دي دومين سينو لازمو إكسبيريونس تاع 3-5 سنين باش ينجم يولي ملم شوي بالداتا ساينس دونك التوك نتاعي توا باش تشوفوا باش نبداو في الوركشوب والوركشوب اليوم باش نقترح عليكم الوركشوب نتاع بيج داتا شنو باش نعملو فيه؟ نحن حكينا على برشا حاجات من برشا حاجات هذوما لازمهم برشا دي وركشوب ولي وركشوب هذوكم مينيموم كل واحد ساعة دونك أصلا باش نحكيو على وركشوب داتا ساينس امبوسيبل علاش؟ على خاطر كما تشوفوا الحكاية متشعبة برشا لأن برشا عباد يجي يقولك باش نجي الوركشوب باش واحد يسهل عليه راو كان سبيكر سهل عليك في الحكاية ذي تم حاجة كيكلوش خاطر ما تنجمش دي كونسيبت معقدين تجي تعطي كلمتين وتخرج وهذا اللي نشوف فيه معناه نحضر دي وركشوب يقول لك داتا ساينس راه بلا 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 هي راهي مش هكاك نحكي راهو باش تعمل داتا ساينس ثم وركشوب بيج داتا والبيج داتا راهو لنا نحكوا على بليزيور انفيرونمون لنا عملت ليست صغيره باش نوريكم به عندكم عندكم جوجل كلاود داتا فلو خدمت عليه هذا يخدم على الباتشي بيم هذا في بارتين تاع البيج داتا لي بروسيس اي تي ال هما دي بروسيس تاع بزنس انتليجنس ويخدموا زاد على البيج داتا لازم تخدموا بجوجل كلاود داتا بريم وعندكم جوجل كلاود كومبوزر اللي يخدم على اباتشي اير فلو وكلهم يمسوا في البيج داتا وبطبيع اهم حاجه في البيج داتا في جوجل كلاود هو كلاود داتا بروك اللي فيه سبارك والهادوب اللي هما متسامي عليهم البيج داتا هذوما الكل نجم نستعملوهم سولون البزوان دونك كيك علاش نحكي على اهميه بيج انجينيرينغ بيج داتا انجينير هو الشخص اللي نجم يمتريز هذوما الكل واحد من الناس اشك فوا نشوف في اوتي جديد نبقى حاير معناها باللي قريت باللي عملته ديما ثم اوتي ما نعرفوش وهذا اللي يفرق بين ان فري داتا ساينتست وداتا ساينتست مبتدئ كيفي وزاد حسب الخدمه والناتور تاع الخدمه اللي تخدموا فيها دونك إذا كان الكليون تاعك تحب يحبك يخدم تخدم سبارك وانت تفهم هادوب لازم تمشي تولي تعرف تخدم سبارك صدقوني ماهيش حاجة سهلة ساعات امبليمونتاسيون تضرب ماذا قداش من جامعة جوست باش تراك حاريزو باش يولي يخدم وهذا راهو كل ما نحكوش على ميزور دي سيكوريتي دونك لازم تفهم ادمنستراسيون سيستيم وادمنستراسيون ريزو بيج داتا مش لعب
هذاك علاش الداتا ساينس مش لعبه، هذاك علاش وقت نمشيو للوركشوب والعبد يحكي على شيء هذا ان هي ميك ات ساوند ايزي بوتيتر بوغ انكوراجي لودونس، مي ريالمون الوركشوب داتا ساينس لازم يتقسم على بليزيور بارت. اليوم اقترحت عليكم البيك كويري. البيك كويري شنو؟ باش ما نبقاش نجيب من راسي، عملت ريزومي صغير. البيك كويري هو بيك داتا اناليتيك سيرفيس. شنو يعمل؟ عندك دي داتا كبيره برشا، مش نتاع كيلكو ميجا، كيلكو جيجا، كيلكو تيرا، كيلكو بيتا، وتنجم تعمل عليهم ديز اناليز بوسي. دونك هو سيرفيس تاع اناليز يخدم، تنجم الداتا سيت تاعك تحطها في البيك كويري هي في روحها، ولا تحطها في بلاصه اخرى وتعمل ريكيتاج اس كيو ال. لان باش نحسوا انه الحاجه باهي الناس كل تعرف اس كيو ال، دونك اي واحد بريسكي نجم يخدم على البيك كويري. وباي ويرا البيك كويري ثم كومبيتيشن تصير كل جمعه، والبري فيها 500 دولار، نجموا تشاركوا فيها. كيف كيف البيك كويري ثم يعطوكم مثل حاسيلو كل جمعه عندك، هو سيرفيس بالفلوس، مي كل جمعه يعطوكم كوتا بلاش 10 جيجا ولا 100 جيجا ولا انسي، خاطر ما نستخدموش فيك الداتا اللي عندي ديما كونفيدونسيال، ما نجمش نطلعها البيك كويري مالوريزمون. دونك كما كنا حكيت لكم اليوم باش نقترح عليكم بيك داتا، وبليف مي ام نار بيج فان اوف بيج داتا، عندها ناسها وعندها العباد تفهم فيها. مي علاش؟ على خاطرش نحكيو اس كيو اس كيو، الناس كلها تفهمو. دونك هذيا العباد اللي ما عندهمش باك جراوند في داتا ساينس ما يسالش، ينجموا يتبعونا في الاس كيو. والعباد اللي عندها دي كونيسونس افونسي البيك كويري يساعدهم. و اي شير ماي نولج وذ يو اباوت ذا كومبيتيشن تاع بيك كويري، نصور موجود لا نصور يظل في اليان هذا حد هاي بيك كويري تشالنج. دونك تعمل تيك ذاك تشالنج، حكايه بسيطه على الاخر، ديرو كيب باش تجاوب عليهم وتاخذ الريزلتات. مانيش فلسف عليكم برشا في البيك داتا خاطر مش دوماني، مي اوبليجي باش اني نعرف نستخدم بيك كويري. بالنسبه لي جو ميتريز البيك كويري، مي بار اكزومبل باش نحكيو لي برودوي الاخرين كيما داتا بروك جو لو ميتريز با بيان، مالغري خدمت بيه برشا مي ماهوش ساهل. والكلام هذا تنجموا تبروجوتيه على روحكم وتحطوا تايم فريم لروحكم باش تنجموا تعلموا حد تعرفوا روحكم على شنو قادمين. ونحن نحكوا في الداتا ساينس اللي هي البيلر العمود الاول فيها هي الداتا اناليسيس. ما حبيش نعمل ماشين ليرنينغ باش ما يصيرش الكونفيزيون بين الارتيفيشال انتليجنس والداتا ساينس. راهو الداتا ساينس بازي على الداتا اناليسيس اغلب الوقت، راكم ما تستحقوش تحطوا مدام ماشين ليرنينغ، تستحقوا جوست دي كونيسونس في البيزنس انتليجنس. كي البيزنس انتليجنس لي زوتي نتاعو يحبسوا وقتها نشوفوا حاجه بوسيبل. نتصور الناس كلها عندكم باك جراوند على الكويك لابس. دونك لنا في الكويك لاب هذا باش نخدموا على ويني 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 الاوبجيكتيفز، هاي باش نخدموا على الفلايتس الانترنال فلايتس في اليونايتد ستيتس، وهذا الداتا سيت الاوفيسيال نتاع The US Bureau of Transport and Statistics. كما تعرفوا البلدان المقدمه تحترم رواحها ديما، عندها الداتا والستاتستيك نتاعها باش يعطونا الانسايتس، مش كما دول الاخرين زيد باش نذكرهم بالاسم. باه شنو باش نعملوا في الوركشوب هذا؟ باش نعملوا كرياسيون تاع فيدريتد بيك كويري. شنو هو الفيدريتد بيك كويري؟ هذايا العباد اللي ما خدمتش على البيك كويري قبل، نحن في العاده اش نعملوا؟ نمشوا للبيك كويري نعملوا كرياسيون تاع داتا سيت ومن بعد كرياسيون تاع لي تاب. مي ساعات نحن اصلا الداتا سيت نتاعنا ماهيش في البيك كويري ونحب نعمل عليها اناليز، هذيك هي فيدريتد بيك كويري، انه اصلا انت ما عندكش الداتا في البيك كويري وتخدم عليها الروكيتاج نتاعك. به الداتا نتاعنا وين موجوده؟ موجوده في جوجل ستورج. جوجل عنده بلوزيور بلايص يعمل فيهم ستورج، كيما داتا يظل اسمه داتا تيبل، ثم جوجل ستورج، ثم البيك كويري، ثم برشا حاجات اخرين، حتى جوجل درايف. جوجل درايف تنجمو تخدمو مثلا تحط جوجل درايف وتحط جوجل كولا اللي هو نتاع جوبيتر نوت بوك نتاع جوجل، وتحط الجيت هاب ويولي عندك سيستم كلاود بلاش زيرو ملي. دونك لا كونيسونس والمتريز تاع لي سيرفيس هذوما يخليك ساعات ما تصرفش فلوس جمله. وخص بالذكر بي اتش دي ستودنتس، بي اتش دي ستودنتس ساعات يعطوهم دي داتا سيت كومبلكس ولازمهم يعملوا تريننج على الجي بي يو نتاعهم. دونك ماذا بهم يخدموا بكلاود بلاتفورمز.
دونك ينجموا لنا يستغلوا بكويري انه هو عندك كل جمعه كوتابليش في عوض ما تعمل على الجوجل ستورج ولا جوجل تيبل، هي اسمه جوجل تيبل، تنجم تصب جوز في جوجل درايف وتحط لي كونكتور. بيرسونيل ما نخدم بيان سور بلوشي سينو، ديما ندبر في لي كومبيتيسيون والحاجات هذوك وندبر كريديتس، الكريديتس هذوك نحاول نخدم بهم البروجيكت به. ولاحظوا انه حتى شلتو انا ما حكيناش على ارتفيشال انتليجنس ولي ليبراري باش نستخدمهم، سون دي ليبراري داناليس كيما البانداس كيما نومبا كيما سيبورن كيما بايبلوت. وقت تعجز لي زوتي هذايا وقت نحطوا ماشين ليرنينغ به. هذوما ستيبس باش تبعوهم جوست باش تفهموا جوست مره بركه العباد ما استخدمتش جي سي بي. شنو نعملوا ستارت اب بون تاو جو اسيومي الناس كلها تعرف تخدم كويك لابس، شنو نعملوا سبسكريبشن. اي واحد بيان سور عنده اللي that was provided by DSU.com باش ياخذ كونتبليش واللي هي it's a blessing واللي هي تعمل الديفيرونس بين جوجل وامازون وازور. دونك عندي اكسبيريونس مع ازور ومع امازون، هذوما لي زوز ما يعطوا حتى شيء بلاش تبارك الله عليهم. دونك في الاخر قررت اني most of my certifications باش يكونوا مع جوجل مش مع هذوكم الزوز خاطر كل شيء عندهم بالفلوس. من بعد امازون اداركت الامر وعملت حاجه اسمها AWS Educate وقت عندها بلاتفورم بلاش. مير بلاتفورم بلاش هذيك ما تتيح لكش نفس الفرص اللي تحمل جوجل خاطر جوجل تنجم تقرا بريود طويله بلاش. بالكونتر مع ازور مثلا يعطيك $100 من بعد تحبس، مع امازون يعطيك فلوس مي لازم ديما تشارك في الكومبيتيسيون وتكون اكتيف باش ديما تبقى ديما تاخذ في الفلوس تفورمي في روحك. دونك اتس بلس ان كومنت معاكم لكويك لابس. باي ذا واي الكويك لابس كانت امازون هي اللي تخدم به، ومن بعد كي جوجل عملت جي سي بي جوجل مشات شريت كويك لابس. دونك امازون حبست لي لابون تاعها على كويك لابس. دونك تشوفوا لاني كومبيتيسيون بين الشركات مش نورمال. تعدي. I'm gonna assume that everybody knows how to do this kind of thing. Oh, it's really basic. تمش حاجة سبيسيال. حطوا English. Oh, by the way. ذي غلطة كبيرة كنت باش نعملها. ما عمركم ما تخدموا في السيسيون تاعكم ديما حطوا في الانكيغنيتو خاطر يعمل كونفلين تاع لي كونت. دونك شنو باش نجي نعمل؟ باش نهز اللابو باش نحلو في الانكيغنيتو. سينو هو لي كويك لابس يعطيك كونت تيديون، الكونت تيديون هذاك كي باش تعمل ساينين بيه باش يعمل كونفيزيون مع الكونت نتاعكم اللي تخدموا به مثلا كونت على سيوكوم، ومن بعد ما تنجموش تخدموا باش يسكري لكم السيسيون نتاعكم جوجل. ساينين وذ جوجل ب كويك لابس. اللي تابعوا فيها زاد اذا كنكم مشكم في الانكيغنيتو زاد تعبوا روحكم باش تجيكم مشاكل ما توقعوش. هذوما لي كريدتس كنت نحكي عليهم ابار اني ممبر في جي دي جي كارتاج دونك عندي اكسي بلاش. ندبر في ديزاكسي اخرين في كريدتس اخرين وكل يوم ماشي نو يومس خاطر تلما عندي برشا ما عادش نستخدمهم. مي حاولوا ديما تتابعوا الفازات نتاع جوجل باش تاخذوا برشا حاجات بلاش. تحضر لنا السيسيون بقات محلول حاجة بيه نخرج منا. اوكي شعمل open google console هذه هي تعمل كونفلي خاطر لنا نبا كونكتيها فيك اليوزر نيم هذا شعمل كونفلي مع اليوزر نيم متاع متاعك. باي ذا واي العباد اللي عندها فكرة على الكلاود ناتيف، كلاود ناتيف عذاب عذاب وتوصل 5 أو 10 سنين اكسبيريونس وتخدم ابسيلون. بالكونتر الكلاود بلاتفورمز هذوما يخلوك من هارتك اكسبرت. دونك العباد زاد تخمم في الكلاود فوق عليكم من هاتيش. ديجا جوجل ازور وامازون حتى
تحتكروا الدومين. ما نصحت واحد بالنتيف. متأكد اللي عندكم ديزارجمون زاد. اوكي ارخص وتتصرف كما تحب والكل but good luck. Anyway. Preparing your environment. جربوا اخدموا نتيف واعمل preparation تاع الانفيرونمون تاعك وتضرب مدري قداش من شهر. هذا الشيء الشركات التونسية ما حبش تقتنع به. وبرشا شركات في العالم مش في بالك تجيب انجينير تونسي خاطر ما يخلصش برشا عملة أفار. لا أصلا كلمة بسيطة كلمة هذه في النتيف باش تاخذ منكم برشا وقت. ونعطيكم اكزامبل جرب على الاناكوندا سب ديليبريري مش معروفين تو تسب الساكت لون وبانداس ويتعدوا سب ديليبريري اخرين باش تصير برشا مشاكل. بار كونتر كي تاخذوا في الكلاود ما تصير حتى مشكل. دونك هذه ذا بليسينغ اوف كلاود بلاتفورمز كسوا مع جوجل ولا مع غير جوجل. به شنو باش نبداو نعملوا شنو شوي نقول كنا نحكوا على تراديشنال ريسيرش. هذا تراديشنال ريسيرش يعني تمشي للكتاب هذا العباد تحب تاخذ سيرتيفيكاسيون الكتاب هذا هو اللي يفسر لك كل شيء على جي سي بي وعنده ديما ديز اكزامبل وديز اكزرسيس واغلب لي لابو بازي على الكتاب هذا اللي هو داتا ساينس اون جوجل كلاود فروم اورايلي ميديا. باش نعملوا شنو نعملوا كلون للريبوزيتوري اللي فيها الداتا ساينس بروجكت نتاعنا وكما تشوفوا كل شيء تبع جوجل محطوط على جيت هاب وما لقري انه جيت هاب نتاع مايكروسوفت وهيك علاش بقيل حكيت على انه الاي تي كوميونيتي هي احسن كوميونيتي في العالم. ما نجموش مثلا نشوفوا شركات كبار تتعاون بالفاسون هذه كما نجاوب مع جماعه الاي تي ما لقري منافسه مخيفه ما بيناتهم. باش نحلو الكلاود شيل. كلاود شيل كيما سي ام دي وجماعة تخدم لينكس كيما ليني دو كوموند نتاع برودوي لينكس اللي تستخدمو فيه واي كلاود بلاتفورم عندها الكلاود شيل الخاصة بها. ماذا بيكم كي تحاول الكلاود شيل يجيكم هذية بالاسفر كي مجدكمش بالاسفر ثم دي كوموند اللي هما هذوما تبعوهم باش تتبدل هذا تعطي انديكاسيون للسيسيون تاع اليوزر هذاك. به نعاودو نعملو كوبي بيست نهزو البروجي. اون جينيرال هذوما ليرنينغ بروجيكت يتسمو وليرنينغ بروجيكت هذوما اللي يجيب لك بروجي حاضر خاطر لنا قاعدين نتعلمو مش كيفاش باش تامبليمونتي البروجي مي لنا باش نتعلمو بيك كويري. دونك مش باش تمشي تصنع بروجي وتعبيه البروجي باش تستخدم بيك كويري. لا تعطيك كل شيء حاضر تعلم هذاك باش نمشي للدوسي نتاع كيما راهو لنا سي دي تشينج دايركتوري دي كوموند عادي لنا configure environment variables for the lab. ديما ال environment variables هما البروجكت اي دي اللي موجود لنا والباكيت اللي باش نخدموا بها. الباكيت هي اللي نعملوا الكرياسيون تاعها في جوجل ستورج هو البلاصه اللي يستوكي فيها جي سي بي لي دوني نتاعو. تنجم تعملوها بالانترفاس جرافيك ولا تعملوها بليني دو كوموند. مي العباد تحب تولي اكسبرتس لازمكم تخدموا بليني دو كوموند بور لوتوماتيزاسيون. بيرسونيلمون مانيش في النيفو هذاك حتى الطرف مازلت نخدم توسكي انترفاس جرافيك. الانترفاس جرافيك تسمح لك بالاوتوماتيزاسيون مي مش كيما ليني دو كوموند. ثم حاجة أخرى اسمها Quick Labs Cloud Hero و Quick Labs حاجات أخرين حاسيلو دي كومبيتيسيون دي ما كنا ندخل ما نربحش مش فاهم عليش. ومن بعد مشيت قريت ناجا اللي العباد اللي تبع في اللي كومبيتيسيون هم اللي عرفوا يخدموا بالليني دو كوموند. الأخ Create a Federated Table and BigQuery. Federated Table إذا شنو بشي يجي يعمل منيش الداتا باش نحطوها في البيكويري. اتونسيون هو في العاده الداتا نحطوها في البيكويري مي لنا داتا تاعي ماهيش في البيكويري دونك تتسمى فيدريتد تيبل. معناها راني باش نعمل ديزاين اليس على داتا ماهيش موجوده في البيكويري وهذه راهي حاجه مش نورمال بالحق مش نورمال. عطاتني سكسسفول كريتد ماذا بكم ديما تتبعوا هذه لي ريزلتان تاع لي كومونت خاطر اذا كانت سي ايرور لازم تفهموها لي ايرور هذيك.
به check my progress نتعدو به لنا نشوف السكور نتاعنا زاد create a federated table and bigquery dataset دونك الاوبجيكتيف نتاعنا الاولاني اللي ساتيسفي طيب باش نعملو execute queries in bigquery به نعمل تلا نشوف اسكو الفيد مازال موجود ولا اوكي الفيد مازال موجود الوغ نمشي للبيكويري باي ذا واي هما ما باش هادي سيرفيس دونك ماذا بيكم تعرفوا الاسامي هذوما كيما كمبيوت كي تمشي تلوج على الاب انجن كمبيوت انجن كوبرنيتيز تبقاش تلوج عليها بالكعبه بالكعبه تعرف الروبريك اللي هي موجوده نحن في البيكويري البيكويري تبع شكون تبع البيك ديتا دونك تول تعبط على البيك ديتا وتلوج هذه واحده من بيست براكتسز سينو تمشي لنا سيرش برودكتس اند ريسورسز وتكتب بيكويري تخرج لك anyway لو فهمو بيكويري لنا كنت نحكيكم تعمل اب ديتا وتعمل الداتا سيت نتاعك نمشي نجو نعملو once bigquery is open وهو ديجا تحل عندنا then click the flights dataset and check the FedDZ core مش عارف علاش مسمينا كيكا مي باز عندها معنا flights ذولي federal transportation هاي ما غير flights بيه شنو نجو نزل كوماندا دي كيما تشوف هاي ركيت اسكريم بيه اما هذه راي ريال مو SQL لايك معناها راي بازي على SQL شبه SQL مي ثم فيها برشا حاجات اخرين اللي هي كان جو تخدمها بالبايثون تستخدم لكم موافق مي لا بون ميتريس دو SQL لايك نتاع SQL لايك معناها راهو شبه لل SQL تخليكم تربحوا برشا وقت وواحد كيبدا يعمل داتا اناليسيس بالكدا راهو اغلب الوقت عارفه باش يجي يقول له اخدم لي ماشين ليرنينغ راهو يضيع في وقت خاطر الداتا اناليسيس نجم تخرج لك الريزلتا خير حتى ماشين ليرنينغ هذه البلاصه نحط فيها الكويريز نتاعنا نعملو لها مشي اكزيكيوتي اشنو باش يجي يعمل يجي يعطينا الافرج نتاع الديبارتشر ديلي معناها قديش هو متوسط التاخير نتاعو في الانطلاق ومتوسط التاخير في الوصول في تونس يصير ساعة ساعتين ثلاثة في أمريكا تنجم تلقاها نص ساعة أربع ساعة وسادي بوم البلاد وفي هذا الإطار نحب نعرج على الداتا نتاع تونس في دو كومبيتيسيون يجيبوا الداتا نتاعهم it was invaluable أنا قبل ما نخمو في machine learning وداتا analysis الشركات التونسية الخاصة والعامة ماذا بيهم يحترموا رواحهم ويعرفوا كيفاش يعملوا داتا تم يعملوا دي كومبيتيسيون كيفاش بالضبط معناها يعطوا دي حاجات irrelevant exactly irrelevant على الاخر مشيت لاي هاك تاني جاي نلعب لعبت في الكومبيتيسيون بون لعبت مع وزارة الفينانس هذيك معرفش اسمها بالعربي وداتا نتاعهم محترمة بار كونتر تونيسير جابوا داتا نتاع بريديكسيون ما عنده حتى معنى ومن بعد جاء البنك العالمي في الشتاء عمل كومبيتيسيون مع الجوفرنمون التونسي شاركت الحمد لله المره هذيك ربحت ما يعطونا داتا ما عنده حتى معنى كيفاش ربحت انه اصلا متعود على عدم الكفاءه نتاع العباد الموجوده اللي غادي باش نلخص عليكم الحكايه خاطر ستان ورك شوب انتراكتيف دونك لازمنا نعرفوا برشا حاجات باش نلخص عليكم الحكايه مشينا من بعد التونسير اكتشفنا ريتو الكلام اللي يحكوا فيه في التلفزة والإكسبرتز اللي يجيبوا فيهم وكل حاجات الزايدة اللي راهو نسمعوا فيهم ما عندهم حتى مع مشكلة تونسير إنه ما عندهمش ديز أورديناتور وعلى ليني كل شيء يخدموا فيه بستيل ورق it was shocking وجايبين يحبوا موديل ماشين ليرنينغ وجايبين إكسبرتز ويحبوا يصلحوا بربي كيفاش تحب تصلح وقت اللي عندك شركة ما تخدمش بالانفورماتيك كيفاش تكون عندك داتا اصلا مشينا وهذا لو بالحق في صلب الوركشوب نتاعنا نحن نخدموا على الداتا نتاع اليو اس خاطر عندهم الترانسبورت ايجنسي they gather the data
باركونتر في الشركات اللي عندنا وما حبش نبقى نسمي بالاسم كل مرة عندهم ستيل ورقة you cannot do analysis on that. دونك نحن شنية اقترحنا عملنا business intelligence system مش يحسب الديلي نتاع الديبارتشر والارايفل وحاولنا نردوا لي بروسيس مانيوال نردوهم اوتوماتيك بالانفورماتيك معناها ما يسحقوش هذوما ماشين ليرنينغ وهذا البوان اللي نقدر نعاود فيه دونك نشوفوا لنا في اليو اس هذايا نصور اورلاندو اوريجين بون ما نعرفش الكود الكل ما يعطيك بالولايات حاسيلو الداتا سيت هذه تنجموا تمشوا تشوفوها وحدكم جوجل ما حطيتها بلاش باش تفهموا البزوا والفرق بين داتا ساينتست و اي اي انجينير فرق كبير ب عملنا ران سي بون تعدلت الكوموند شفنا الارايفل ديلي وديبارتشر ديلي اللي هما الموجودين لنا بون عطني كبرت فيه بعد اشتعدوا الروكيت اللي بعدها الروكيت اللي بعدها شنو يحب يعمل نعمل select origin و average account لانه مش يجي يعمل select it one معناه مش يخرج الداتا الموجودة كل به الهدف انتع جوجل مش تشوفه انتم برشا كوبيلي هي راو انجينير بحق راو لازم متوز يعرف كيف يستخدم الكوبي كل خاطر the knowledge is too much is too much لا مش باش تمشي للطبيب باش يقول لك عندك برد ومشى وجع في المفاصل والتروس لا لان احنا اوني فاصل تكنولوجي كبير على الاخر راو اليوم يجي يقول لك اخدم جي سي بي غدوة يقول لك اي دبليو اس وبعد غدوة ازور واحد من الناس جاي متغيزي جي سي بي اكثر من اي دبليو اس مالجري الانفولفمنت بروفيشنال تاعي معاهم من بعد كي نجي نخدم يجي عباد يقول لي ليه هنحب الازور مالجري اللي كانت عندي اول واحد بديت بيه الازور مي برشا فلوس كانت باش تقراها دونك بطلت دونك نحبوا نفهموا انه برشا يجيك في صوت ونص يضحك عليك يقول لك جايب كود كوبي كل بربي كان هما ينجموا يديفلوبوا الحاجات هذيك مرحبا بهم مي هي سي لا بون ميتريز معناها حطك في الانفايرمنت هذا تنجم تخدم وهذيك الداتا ساينتست ما يفهم عباد يتعود على ميتين معين مثلا في الداتا ساينس ما عادش ينجم يخرج منه نعملوا ران هذوما لي كوموند جروب باي نسأل الناس كل تعرفهم اوردر باي حاجات سامبل على الاخر الوركشوب اللي من الاول اقترحته على مروان كان يحكي اكثر على جوجل اس كيو ال وجوجل بيكويري باش يحكي على لي روكيت حاجات بازيك حتىش الحاجات افونسي على الاخر وحاجات تولي كومبلكس it was very boring كنت نخمم اسكو نكملوا في نعملوا وركشوب هذاك ولا it's so boring دونك بدلته بحاجه اخف مي راه ثم وركشوب اخر إذا كنت حابب تدخلوا في الديتاي تنجموا تشوفوا جوجل SQL and BigQuery به هذوما لي ريزلتا وباي ذا واي لنا تفرجوا لنا راهو عملنا 115 ميجا في كيلكو سكوند مش نعاود نعملها في كويري كومبليتد حاسيلو حطوا برشا داتا حط مثلا 1 جيجا ولا 2 جيجا وعمر في كيلكو سكوند توف جرب حطها على البي سي وبره وفتلوا تعشوا وعملوا قهوة راحوا ما تكملش ولي عنده إيسات وكي تنجم تكبر في ربع ساعة نص ساعة أما كي يعطيك مثلا 10 ولا 20 جيجا برسنال ما خدمت على إيسات مع سوسيتي عندي 16 جيجا خليه في الليل يخدم ليلة كاملة يخدم يكونسومي في الكورونا بار كونتر حطوا على جوجل كلاود على بيكويري لنا يوفى في كيلكو سكوند 10 جيجا لعب 20 جيجا لعب خاطر هذي أصلا الأرشيتكتور العباد اللي صنعت بيكويري صنعته باش يخدم على تيرا بايتس و بيرا بايتس بيتا بايتس انت عدتها حاجة مهولة على الاخر نتجاوزو execution detail شنمشي لنا نشوف execution detail كتوالو experts في الحكاية هذية and I'm not an expert لازمكم تثبتوا في الweight والread والcomputer write خاطر بشتوالو تخلصوا فلوس يولي الرايت والكمبيوتر والريد الملي سكندز هذيك عندها تسوى فلوس كي تستخدم على 500 جيجا ولا 1 تيرا ولا 500 تيرا it's gonna cost you money so you better know this kind of details دونك لنا يعطيك الديتال مي بالنسبة في النيفو نتاعنا والنيفو نتاعي personally نزلت الحاجات هذوما
ما نعيرهمش برشا اهتمام. به طيب شنو نحبو نعملو؟ The format of the query relies on an inner query class. The inner select after from به حاجة أخرى. هذه أهمية لونجلي. ريت مثلا تنجم لي روكيت ما موجودين هما لنا. تلوج مثلا على روكيت حاب تستحقها ما تلوج عليها مثلا بالفرنسي. جوجل سيرش انجن اللي نستخدمه فيه الناس الكل مش يعطيك ريفيرونس للبلايص هذوما. دونك هذه الأهمية نتاعها. هو ما نتصورش الاندكساسيون نتاع كويك لابس تخليك تشوف الكونتينيو نتاع وصل كويك لابس، أما ثم بلايص أخرين اللي تنجم تجيب منهم لي روكيت حاضرين. باهي باش نهزو الروكيت هذايا نجربو. مانيش باش نقرو الموجود غادي، باش نتستو ومن بعد نرجعو نقرو. نعم بيه راني دونك الى تريتي 115 ميجا دو دوني وعطانا ريزولتا. ريزولتا كيفاش عطاه لنا؟ كل رحلة جوية يعطيك ديبارتشر ديلي، قداش تأخرت باش تخرج وقداش تأخرت باش توصل والأوريجين نتاعها. هذه تنجم تكون يظلي هنا لولو، وهذه بتتر مش عارف يكاد انتهى مصعب. مي بوحنا طول اللاب حالينا الداتا سيت، مي زادة ما تنسوش الوقت اللي يفعله الوقت ما ياخدش الكريديت، ما ياخدش السكور نتاعه. احنا مش نحاول نوصل لسكور 100% و مش نحاول نزل بشوية مش نجم نكمل في ساعة منتهوش عليك. بيه ريم فلايتس نرجع نشوف روحي شنو قلت لنا 3650 خلينا 25 بوان اخرين باش نرجعو نقرو. نحنا ما شفنا الريزلتا باش نرجعو توا للاصل نتاع روكيت. The format of the query relies on a near inner query clause. The inner select from after from in this example that might be inefficient. This can be written using the having keyword. It's worth testing the two options to see if this optimization can improve efficiency further. هما شنو جاو عملوا؟ زادوا having هذي. علاش؟ ال having باش تنقص لي في الشيء اللي كنت نشوف فيه. باهي، دونك باش نرجعوا للروكيت هذي. الروكيت هذي ما فيهاش having، دونك هو زادها having. having new flights superior 3600. هذوما الفلايتس اللي superior 3600. سيتان فلتر. نجم نخمو فيها فلتر ولي فلتر باهين خاطر كيما كنا نحكي لكم لنا في الاكزيكيوشن ديتيل باش تشوف اذا كان ما تعملش برشا دي فلتر الروكيت باش تدور على برشا دي دوني باش تخسر وقت باش تخسر فلوس. في كان تاع كويك لابس بس ناخذينه بلاش مانيش نخسر فلوس، مي ريل لايف سيناريو از غانا بي كوستي. anyway دونك الفرق بين الروكيت هذه والروكيت اللي قبلها هي هذه اللي هي الفلتر اللي كنا نحكيو عليه. كما ذكرتكم لو ثما لابو تدخلوا في الانسايتس نتاع البيكويري نتاع الروكيتاج. It's up to you to do that. باهي تو create the model using the training data set. باش نحلوا the AI platform. باهي اللي يحبوا الـ AI كيف يخدموا في الـ AI باش يفرحوا. واو هاو الـ AI جت نتاع الفازيت والموديل الكل. اما لا لو الـ AI platform لنا باش نستخدموا جوبيتر نوت بوك. ليه؟ نمشو نرجع على Artificial Intelligence. Artificial Intelligence هاي Artificial Intelligence AI Platform باش نحل باهي برا نمشو للداشبورد نشوفو الداشبورد شنو هي فيه ومن بعد نحلو الحاجتين بيه. باش نمشو للنوت بوك نعملو كرياسيون تاع انستانس جديدة نشوف فاسرها الحكاية. بهذا الداشبورد نتاع الـ AI platform نحنا لنا باش نستحقو الـ notebook اللي هي هذه. كيفاش نجمو ندخلو لها من الأول؟ يا نجي لنا وإلا من الأول كي حلينا المنيو نحط داشبورد. بالنسبة للعباد اللي عملت لي لابو هذوما تعرفهم الـ added value نصور هما مانيش باش نسميها the discussion بويس قاعد نحكي وحدي
I'm trying to add some value to this workshop. Enable notebooks API. The API is disabled by default. خطر أي API يبدأ يخدم من نجم تنصب لك فلوس. Don't come with no job. عملوا disable كل شيء. وإذا كان يستخدم حاجة حتى لا enable. ثم حاجة فازة فات الكوبير في الكلاود. لجماعة الجيكس تاع الكلاود يقول لك لو في الكلاود ما تخلصش اللي تخدم به من يتخلص اللي تنساه. بالنسبة لي هناك قريتها ضحكتني ما رش عليكم خاطر في الكلاود تنجم تنسى API ولا انستانس ولا حاجة تجي تجي روحك في لست السوسيتي الكل وبكذا رأي ساعات تنجم تكونفيجيري خليه يتسكر وحدك يتسكر اكزاكتومون مروان هذاك البوان اللي كنتش نحكي فيه برشا يمشي هناك زي يخدم كلاود زادة وما يعرفش البيلينج شنو معنى البيلينج كيفاش كل سيرفيس باش تخلص عليه وكيفاش يو ريديوس ذا كوست ثم سيرتيفيكيشن كامله كيفاش تعمل الشيء هذا ماذا بكم اذا كان بديتوا تخدموا في انفيرومون بروفيسيونيل برا عملوه سينو باش تغلطوا باش يصحتوكم اللي هي اللي كان يحكي عليها مروان كيفاش نعملوا اوتوماتيزاسيون تاع التسكير والحلين والفازات هذوك هي ادفانسد ليفل اما اتس ورث ات سورتو جماعه اللي عملوا بي اتش دي تصورش عندكم برشا فلوس خاطر بون يو ار ستودنتس دونك ثم برشا حاجات ليميتي اللهم تبدو مع شركه تحترم نفسها مانيش كملوا ننتقدوا وباش تعرضوا نيو انستانس دونك نحن باش نحلوا انستانس بالنسبه اللي لابوها هذوما ديما نخدموا بالتنسر فلو انتربرايز 1.15 علاش على خاطر هذه الفيرسيون ستابل اللي تكتبت بها لي لابو نتصور باش نخدموا without جي بي يوز على خاطر لنا مانيش باش نستحقوا كالكول افونسي قبل لك كيك لازم نثبت اوكي without جي بي يو باش نعمل كرييت الانستنس تاعي به نجم نسميها كما تحب الريجن خلوها باي ديفو الانفايرمنت هو تنسر فلو كنا نحكوا عليه ماشين تايب عندك كواد بي سي كواد بسايز رام تصور اغلب اللي موجودين في ذا اودينس ما عندهم 16 جيجا رام ولما كالكول السي بي يو يفرق على كالكول الجي بي يو ها باش نعمل كرييت ونرجع نحكي عليه الحكايه بي اتش دي ستودنتس في العاده يقولوا لهم يخدموا بروجي ديب ليرنينغ ولا رينفورسمنت ليرنينغ الديب ليرنينغ كما نعرفوا عندك الايكويشن تاعك والايكويشن تاعك سيتا كالكول ماتريسيال كي نحكوا على كالكول ماتريسيال نحكوا افونتاج كي تخدم على كارت جرافيك الكارت جرافيك شنو يعملوا في لي جو هما معروفين الاكثريه عند الاولاد خاطر يلعبوا لي جو بلوتو نلعبوا لي جو مي بيرسونيلمون نلعب فيفا نيد فور سبيد دونك ما نسميش برشا كومبيتيشن باور فالكونت اللي لعبوا في جاد فور وفي اللي جو الاخرين فما برشا كومبيتيشن باور هو من تيلي شنو صاير لي ماتريس يعملوا في ملتيبليكاسيون ماتريس تضربها في ماتريس تضربها في ماتريس كي تخدم بالسي بي يو سي بي يو مجعول الكومبلكس ماثيماتكس اللي هي تعمل جيستيون دو هاردوير كارت جرافيك تعمل كالكول ماتريسي دونك الباراليليزم في الـ جي بي يو اكبر برشا من السي بي يو السي بي يو تلقى فيه كواد نجم تخدم كالكو تاش اون باراليل مي جي بي يو حاجات اون باراليل لي كالكول اون باراليل تنجم تخدمهم شيء يخوف سورتو بلي كارت جرافيك اللي نراو فيهم الايامات هذه دونك هذاك فرق بين سي بي يو وجي بي يو بالنسبه للاب نتاعنا هو لاب داتا ساينس ماهوش لاب ماشين ليرنينغ دونك مانيش نستحقو كالكول افونسي به بالنسبه للي يحب يحط جي بي يو راو اذا كان ماهوش كويك لاب راو باش تخلص برشا فلوس دونك انا مسؤوليتكم ومتاكد اللي برشا في الاودينس يعرفوا جوجل كولاب بس كنا احنا باش نسالنا دقيقتين حتى شنو نتعلم هذيك برا نمشوا كولاب كولاب يظل فيه 12 جيجا جي بي يو الرام تاع جي بي يو وانتم تختاروا اسكو تحب سي بي يو تي بي يو ولا جي بي يو ويلكم تو كولابوراتوري به بالطبيعة شو جي تاقي داتا ساينس من الاول هذا الداتا ساينس اللي باش نعملوه نحن اليوم حاجة كيما هاك ما تسحقش برشا كالكول بار كونتر كي نمشو ماشين ليرنينغ طول باش احكي لك على تي بي يوز وباي ذا وير مش في بالهم جي بي يوز هما قويين جود باي التي بي يو
اللي هو التنسور بروسيسنج يونت نتاع جوجل، امول واقفه من الكارت جرافيك انفيديا. دونك جوجل مش تحت الاي تي، عندها الكوانتم كمبيوترز، عندها الاي تي بي يو اللي فاتوا لي جي بي يو، وعندها الديب مايند وجوجل برين اللي هما اللي صنعوا دي برودوي كيما تنسر فلو يخدموا تاع الانفورسمنت ليرنينج اللي هو الفيتشر بتاع الشيء هذا. بيرسونيلمون نخدم بالكلاود، مي في الخدمه ما يخلونيش خاطر كونفيدونسياليتي، ما نجمش طلع داتا وكل، مي نتصور يعاون لي ستوديون بالكدا. ماشين ليرنينج اكزامبلز، تكست كلاسيفيكيشن، ستايل ترانسفير، يو كان دو ا لوت اوف جريت ثينجز وذ ستايل ترانسفير. تنجمو تعملو يور ارت، فن تاعكم تصوركم الكل، حتى فيديو انتربوليشن تنجمو تعملوها. بالنسبة للتي بي يو، الحاجة الفانتستيك اللي فيها انه هما اوبتيميزي على تنسر فلو. بالكونتر لي جي بي يو ماهمش الكل اوبتيميزي على تنسر فلو، ثما دي جي بي يو اوبتيميزي على بايتورش، مي تي بي يو هون تاع جوجل و والبرفورمانس اللي يحكوا عليها اكبر برشا من جي بي يو. الران تايم لنا نجمو نعملو تشينج ران تايم تايب، هاردوير اكسلريت ما عندي حد شيء. دونك تحطوا يا جي بي يو يا تي بي يو، نروح للاب اوكي تحط، نعمل اوبريتر اوبن جوبيتر لاب، برشا يخدموا انا كل هذا دونك برشا يعرفوا جوبيتر لاب. باش نشوفوا حاجه سيميلير من جوبيتر لاب، هذا مربوط بالكلاود، اي حاجه اي ليبراري تنجم تيليشارجيها ماهيش باش تعمل لي كونفلي. بيرسونيل ممكن هابط تنسر فلو على المكان نتاعي يضرب لي ليبراري الكل، هو ما يخدمش من بعد جين ديزانستالي يضرب لي ليبراري، وهذا راه يصير عند اغلب العباد. باركونتر كي نخدم كلاود ما عنديش المشكله هذي. ثم راه دي ليبراري اخرين ماهمش معروفين يخدموا حاجات سبيسيفيك، جود لاك كي باش تجوا تصبهم على البي سي نتاعك. نتصور باش نخدموا بايثون 3 2 minutes الكل بي الاوبجيكتيف هذا، تشيك ماي بروجريس شوفوا شنو مازال ناقص فيه. بيجي نحن حلين لنا بي تشيك ماي بروجريس، مش عارف علاش مش تعطي. نرجع من لو حلينا ليا بلاتفورم، مشينا للحلين النوت بوكس، select the latest. اوكي عملت غلطة، select the latest أبرامول. ديزولي أبرامول لابو عملوا له أبديت، ما كانش تنسر فلو 2.2، كان ديما 1.15، دونك هذاك علاش ما خديتش 25.1. ديزولي باش نرجع باش نفسخ الانستانس ديليت ومش نعمل انستانس جديد. دونك لان هو شنو جاي يعمل، يعمل تراكينغ للحاجات اللي تخدم فيهم في الفنات الاخرين. دونك هو شاف اللي انا ما خدمتش بال بالتنسر فلو 2.2. اصلا ما خدمتش بيه قبل تنسر فلو 2.2، اكثر واحد خدمت بيه 2.1. anyway الريسورس باش يتفسخ ياخد شويه وقت زاد ان شاء الله ما يطولش برشا. وجوجل نيوز انه اللابو ما عادش يطول، مازال انتاش باش نحطوا لي كود باش نضربوا شويه دي كود باش نعملوا لي بيب انستر. هذه اللي كنت نحكي لكم عليها، كي تجي باش تصب دي ليبراري ينجم يعملوا لك دي كونفلي والكل. بالبيب انستر في الكلاود ما عادش يعملوا لكم مشاكل، الحمد لله تنحى فيسا. بروبي موفق. سامحني جيس باش نقول معناه اللي قاعدين يتفرجوا علينا على اليوتيوب ينجموا معناه جيس لي كيسيون تاعهم يحطوهم في الشات نتاع اليوتيوب، وديجا انا فما لينك نتاع لي سيرتيف وكذا. ثانك يو مروان. دونك اي واحد يحب يتفاعل مع الوركشوب تنجموا تطرحوا اسئلتكم الكل، مروان تيقراهم ويحاول يوصلهم. بيه ثم حاجة بيزار لنا نشوف فيها، إنه لنا في كابتور إكران
عنده لنا ريكابتشر كمان فعلنا معنا تنسل فيه 2.2 وإذاك علش كنت مستغرب 2.2 شنو يعمل لنا خطرنا في اليوم موجود exactement لنا وعدناش تنسل فيه 2.2 عندنا 1.15 2.1 و2.3 علاش deprecated ولا هو هو دي ما يزيدوا في features وحق والحق الفيتشرز كان الاكسبرتس يبدو عارفين شنو المعنى نتاعهم وفي العادة اللي لابو حسب ما نعرف ما يعملوا لهمش أبديت شنو الفرق بين 2.1 و 2.2 ما نعرفش مي أوكي the last version donc in the time speaking of the making the lab يعني هم في اللاب هذا وقت اللي كانوا يحكوا كان التنسر فلو 2.2 آخر واحد مي نحنا باش نجربوا آخر واحد موجود بيرسونال مو زادك تعلمت حاجة جديدة اللي تنسر فلو 2.3 طلع في بليش اللي هو طلع جربت النايتلي بيلد نتاع 2.1 وفي العادة اللي شونج مو ذوما الأكثرية نتاع اوبتيميزاسيون وسينون ساعات يزيدوا دي فونكسيون جدد باي ام نوت تنسر فلو اكسبرت ايفن ذو عندي سيرتيفيكاسيون نتاع جوجل في تنسر فلو concernant time series, LNP, computer vision, all basic stuff to do with TensorFlow. بحر كما كنت نحكي لكم, الكوبي كولي لازم منه, ولازم واحد يفهم فيش يعمل في الكوبي كولي, سينو on peut pas, نجموش نعمله progression. En attendant, معادو نرجو نحن حاجات الاخرين بربي جيس كيسيان سامحني بربي جيس كيسيان هو وقتاش تنصح ان معناه داتا ساينتيس والذي قاعدين يخدموا انهم يعملوا على البي سيات نتاعهم فينا كام كاد فيجور انا تقصد بي سي بيرسونيل اي وقتاش معناه تكون حاجه سوتبل اكثر باي هو في الاكثريه الواحد ماذا بيه يخدم جوجل كولاب مي جوجل كولاب بعد بيظلي بدرجين من السيسيون نتاعك ما عادش اكتيف معناها مش تكليكي وتبدل وكل يحبس لك دوك ترسيك تعاود تراني من اول جديد دوك اذا كان عندك بروجي والبروجي هذاك باش ترانيه وباش تمشي تبقى بريود وترجع خدمتك ماهيش تبقى معناها نقولوا عندنا نحنا سيلول ا سيلول ا هذيك نتاع جوبيتر لاب اكزيكوتي مي راهو بعد بدرجين التيرمينال الكيرنل هذاك باش يتسكر علاش على خاطر كولاب ببلاش ما نجمش يخلي لك الكيرنل نتاعك ديما يخدم دونك باش تيكزيكيوت وتمشي تعمل قهوه وتعاود ترجع والاكزيكيوشن ديجا وفات عندها نص ساعه باش تراسيك تعاود تراني من اول جديد دونك اذا كنكم في الكا هذاك ماذا بكم تخدموا على البي سي خاطر الكيرنلز في الكولاب ما يبقاوش يخدموا بار كونتر الكولاب كي تخلصوا فلوس باش توليكم كاين ما لي بلاتفورم لان كي تخلصوا فلوس باش ندخلوا من بعد تبقى ديما محلوله الكيرنل تاعك ديما يبقى اكتيف وقتها باش تولي معناها لازم تعرفوا فوز افي لا بون ميتريز معناها ما تنجمش طول تنقز تمشي تخدم كلاود خاطر باش يكونسوميك برشا فلوس سينو زاد اذا كان عندك داتا سيت كبيره برشا على البي سي تنجمش تطلعها كلاود اخدم على البي سي سينو الحاجة الأوبتيمال بالنسبة لنا نحن اخدموا على كارت جرافيك تنسر فلو ثم حاجة اسمها تنسر فلو جي بي يو ملي كان يراني على سي بي يو واللي يراني على كارت جرافيك وبلاش وخدمتك تبقى عندك الكيرنل تاعك ما يتسكرش به سنو يتحل ومن بعد Check my progress. Okay. شنو حل بهنام check my progress. الحمد لله خدت. لك عندي 75 بوان. نزلت لي تاش واحدة باش نعملها. ديزولي كان طولت عليكم. مي حاول نكمل فيها. باش نخدمو بايثون 3. حتى واحد ما عاد يخدم بايثون 2 بايثون 2 قديم برشا ديجا باهي هاذوما هاذيا عبارة تخدم كود HTML تزيد هاذيا ت
تخدم باللي باليز HTML عادي. ديجا راهو جوبيتر نوت بوك تنجم تردو كيما عبارة تخدم ديفلوبمون ويب. تما دي زوتي يرد لك هذا عبارة ديفلوبمون ويب، يعني حتى الريزلتا يخرج هيك عبارة سيت ويب. دونك تنجم تلوجو عليهم وتخدمو بيه. باه باش نعملو تيست صغير تاع كود عبارة هلو وورد هذي نتاعنا. بيه 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 بيه. In the new cell that is added below the results, enter the following code to execute a single shell command. بيه. نحن طب شو رأينا نخدمو shell command. وين موجودين؟ موجودين في الهوم جوبيتر. Now enter the following Python code in the next cell to display all Python modules that are installed. معناها قبل ما تنستالي لازم تفيريفي شنو ثم وشنو ما ثمش. هذو هما الحاجات الموجودين. جوجل كلاود داتا بروك موجود اللي كنا نحكوا عليه في سبارك وهدو. جوجل داتا ستور هذا زاد يعمل ستورج. جوجل فاير ستور زاد ستورج. ستورج نوعية جديدة هذا. جوجل كي ام اس يظهر لي تاع كوبرنيتيز كامل شغلت. هذوما كلهم دي سيرفيس تاع جوجل ديجا انتجري في جوبيتر. لا كان باش تخدموا على البي سي راه ما تنجموش تنتجرو. وفي الجوجل كولاب كي باش تنتجرو هذوما لازمكم كيك كوماند ساهلين مش صعب. باهي next enter the following command to update the latest version of BigQuery. هو BigQuery لنا ديجا موجود مي نحن حاجتنا باخر فيرسيون. كونيكسيون عندنا قوية برشا خاطر كونيكسيون عند دي سيرفر نتاع جوجل يعيطو دي سيرفر جوجل. دونك ساعات تشوفو 500 ميجا تهبط في كيلكو سكوند. ما تفرحوش ماهيش كونيكسيون توب نت هذيك كونيكسيون جوجل انتر. هذوما لي ليبري اللي باش نخدمو بيهم. بايب لود اللي هو نتاع فيزواليزاسيون. سي بورن زاد نوعية أخرى من فيزواليزاسيون. بانداس اللي هو نتاع لي داتا فريم. نيمباي هو نيميريكال بايثون نتاع توسكي كيلكو. Enter the following Python code in the next cell to aggregate delay times. ريتوهم هيك هذوما الزوز هذوما باش تعمل invoke HTML باش تعمل invoke API باش تعمل invoke في الكلام تاعنا نحن تاع BigQuery. معناها ريتو اللي ندو كوموند اللي كنا نخدمو مش اللي ندو كوموند يجي لك كنا نحطو في الريكيت SQL شنو اللي نجم نحطوهم في جوبيتر. دونك حاجة عظيمة ربطنا Big Data بجوبيتر. باهي شنو تعمل الكوموند هذا؟ count if اذا كان الديلي اكثر من 15 as frac delayed وعلى count re delay. معناه هو شو عمل الراسيو نتاع الروتار نتاع لي ديلي اللي هما اكثر من 15 نتصور بالمينوت هذوكم على نمبر توتال نتاع لي ديلي تعطتني 0.18. ليه؟ لأن يدخل الدور نتاع الميتير بيلا كنا نحكو على business knowledge. personally ما نعرفش transportation الفلايتس في US كيفاش شنو الحاجة المسموح بها في الديلي شنو ولا البزنس understanding يجيني السيد نتاع بيرو ترانسبورت في US ويقول لي لو إذا كان 0.2 سي unacceptable أقل سي acceptable. ذاك business knowledge سينو لو جعلها في جوجل هذيك خدمة الـ Data Scientist. بار كونتر الديفلوبر ماشين ليرنينغ ما يهموش يعمل لك الموديل يعطيك الريزلتا و Data Scientist يمشي يدبر راسه. باهي ركات أخرى where departure delay superior to this and rand inferior to 001. كما تراو دي ركات SQL سهلين على الأخر. الهدف إن نتعلمو ماهوش الهدف ان نعقدوا العباد ونكرههم في التكنولوجيا. هذه حاجه ما تنسوهاش. الامريكان كي قروا العباد حبوهم في الحاجه ماهوش تحدي ماهيش كومبيتيسيون ما ثمش كون خير مشكون. من بيلا نعملوا في وركشوب وتاك وكل ذات داز نوت مين اني نفهم اكثر منكم ولا حاجه. بالعكس انا نتعلم اكتشفت اليوم ثم تنسر فلو دو بونترول في الدومين هذا ثم حتى واحد يعرف نسكول كيف كيف.
ماشي الميدسين هذي تمشي للطبيب يحكي لك ثلاثة جمل وما أدري كيفاش. check my progress إيه سي بون لابون تاعنا كمل خذينا 100 بوان. now enter the following باش تعمل ديسكرايب هذه كوموند عادية معروفة في بايثون باش تعمل ديسكريبسيون تاع لي دوني تعطيك personally ما نستخدمهاش الديسكرايب ماذا بيا نعمل حاجة فيزوال نجم نراها خاطرك تحط لي كاونت ومين وستاندر وهذوكم هذوما لي كوانتايل ما نجمش تخيلهم في مخي كيفاش وثم عباد أقوى مني في الإيماجيناسيون كوتي نوميريك يشوف الأرقام هذوما ينجم يتخيلهم في مخه بالنسبة لي شوف حاجة جرافيك مرحبا بالجرافيك دونك توا الارايفل ديلي ولت عندي عليه فكرة الديلي أغلبه بين 0 مينوت و 200 مينوت دونك في كونتكست بروفيسيونيل تمشي توري عارفك هذه ما توريهوش هذه خاطر باش تغش عليك وهذه خدمناها بالسيبورن ما خدمناهاش بالبايبلوت حسب ما نعرف هذه سيبورن هاي سيبورن صحيح سيبورن اس ان اس هم سميها اس ان اس دونك الاس ان اس خرجنا منه الشيء هذا فور اكزامبل كان تحبوا تخدموا بايبلوت تحطوا بي ال تي اي سي سا باي ذا واي ما خدمش قبل جوبيتر شيفت انتري ترس شيفت انتري تعمل اكزيكسيون كملنا لابون تاعنا كونجراتيليشن ناو يو نو هاو تو يوز جوبيتر لاب تو كويري اند فيجواليز الداتا فروم بيك وير دونك شنو تعلمنا تعلمنا بيك داتا تعلمنا كيفاش نستخدم جوبيتر لاب مش للماشين ليرنينغ مي للداتا اناليسيس اللي توها هذه اسمها داتا اناليسيس محلاها تعطي ريزولتا مسحقوش في كومبليكي لا في سي سا لو رول تاع داتا ساينتست بعد اذا كان هما يحبوا يعملوا بريديكسيون نتاع الديلي توا هو الديلي بين 0 مينوت و 200 مينوت باش تعمل بريديكسيون باش تطلع لك 150 مينوت مثلا ولا تطلع لك 100 مينوت مثلا سا ديبون من الموديل باش تخدم بيه وقتها يجي دور الكاسكيت الاخرى نتاع داتا ساينتست هو وقت باش يحط الموديل نتاعو نجم نشوف الديستريبيسيون تاع داتا هذه نتصور ديستريبيسيون غوسيان وانتم تبارك الله سوب كونت فهموا برشا في المات دونك كان غلط وهذه مش غوسيان صالحوني ايوه هكاك الفيديو باش اخر باي باهي ما بقاش الفيديو للابد في اليوتيوب وانا نحكي في حاجه غلط دونك تاع ديستريبيسيون غوسيان تمشي لاسكالون ثم حاجه اسمها الليبتيك انفلوب الليبتيك انفلوب يعاونك تستعمل موديل ماشين ليرنينغ للشيء هذا مي واحد ما يفهمش في المات باش يمشي يعمل ريغريسيون لينير ولا لوجيستيك ولا اللي هو ولا يحط الناس كلها تو مغرومين بالاكس جي بوست حط له اي حاجه ويحط له جي اكس جي بوست ما نستحقوهش بار اكزامبل باش نحكوا تو شويه مش بون مش نحكوا شويه جوست ريمارك داتا انت رامس في ال 1400 كان باش تعمل الليبتيك انفلوب خاطر ديستريبيسيون غوسيان الشيء هذا باش يقلقك من 200 حتى 1400 باش عمل ديغراديسيون تاع الموديل دونك تجي تخدم بالكوانتايل قلتوها زاد في المات هي هما لي كونتيل باش تقسمها دي كونتيل وكي توصل للكونتيل مثلا 200 كونتيل 300 هذايا ماش تو لا بران كونسيديراسيون دونك الداتا ساينتست يحاول يحلل الداتا نتاعو هكا ومن بعد يلبس كاسكيت تاع ماشين ليرنينغ ويدخل يعمل في الفازات الحلوين الاخرين ذاتس من بعد تولي اي من بعد تولي معناها دي موديل معناها افيك لي بي اي نجمو اون بروبوز دي موديل وي مثلا واش عندك فاز حلو ريت هذه وير ديبارتشر ديلي سوبيريور اديس هذيك اصلا في البي اي من الاول اذا كان انت البيزنس اونر يقول لك راه ما نستحقش اللي هما اقل من 10 في لي بروسيس اتو الاكستراكشن ترانسفورم لود تمشي تفسخهم دونك من الاول الداتا تجي نظيفه دونك من الاول الكلوز وير هذه تتنحى دونك هذيك الكاسكيت نتاع بزنس انتليجنس واللي هي تعاود ترجع كيما كنت تحكي بعد الريزلت هذا يمشي يعمل له ان رابور بالباور بي اي بالاس اس ار اس بالتابلو بالكليك فيو بالبنتاو يتصرف يعمل له ان رابور تعاود تلبس كاسكيت تاع بزنس انتليجنس اي سي سا ساكرو لي زانستون
ديما تسكرهم نعملو ليف اند اند لاب فينيش ريكويست اند لاب That's all guys for today. إذا كان عندكم أسئلة feel free to ask them now. Otherwise shoot me a message on LinkedIn, Facebook ولا سينو أسئلوا مروان و I'm sure جماعة DLC نجمو جابوك. كمان That's it. داكور جيست حاجة أخيرة شنية معنا the next steps اللي تقترحها معنا Next step ما يخص شنو؟ معناها حاجة معناها كومبليمنتير للعب هذه على الأقل معناها والله نقترح ثم لابو نتاع ليزوتي ثم برودوي نتاع شركة اسمها تريفاكتيكا شريتها جوجل بيان سور مرسوا في هواياتهم المفاضلة شريان ستارت اب شركات أخرين تخدم توسكي بزنس انتليجنس دونك ريتهم أكلي كلوز وير هذوك ونجموا نعملوا نظفوا الداتا من الأول ومن بعد كونسوميها دونك لابو هذاك انتريسون هو طويل شوية نتاع ساعة ونص مي أي عبد ما يفهمش بي اي ولا يفهم البارتي نتاع لو تي ال في البي اي داكور يعطيك الصحة ميرسي بوكو ميرسي ميرسي موافق عايشك ثانك يو جايز فور ذا انفيتيشن اف يو هاف سجستشنز كويشنز ما تردوش اذروايز جود نايت